هذا هو أقوى وأحسن جواز سفر في العالم. مرحبا، أنا حمزة، عايش في لندن وحامل جواز سفر فلسطيني. توقعت إنه لما أطلع من فلسطين بوابات العالم كلها حتنفتح لي، ولكن للأسف الموضوع أصعب من هيك بكتير، لأنه بلزمني فيزا تقريبا على كل دولة بالعالم. أصحابي بيحكوا لي حمزة يلا نروح على باريس في نهاية الأسبوع، وأنا ما بقدر لأنه بلزمني أقل إشي 3 أسابيع إجراءات للفيزا. فصرت أقدم للفيزا مسبقا عشان أكون دائما جاهز للسفر، دائما جاهز اكتشاف طرق جديدة للحياة وأتعلم من الناس، وأهم إشي عشان أستمتع بكواسون أو اثنين. وما تخلوا جواز السفر يحط لكم حدود ويقيد حركتكم، لأن السفر مدرسة. سلام. I'm